مشاهدينا الكرام، تشير النماذج العددية إلى حالة من الاستقرار الجوي على عموم القارات الأوروبية لنهار اليوم، مع مقاييس من دافئة إلى حارة نسبيا بالخرطوم وباماكو، لتصل المقاييس إلى 23 بالعيون، 33 بنواكشوط، وتنخفض إلى ما دون 20 مئوية بالعاصمة تونس والرباط، مع أمطار غزيرة بالجزائر. في الأثناء ومع سيطرة كتلة هوائية باردة على عموم القارة الأوروبية، تنخفض بموجبها المقاييس إلى ما دون 10 مئوية، مع فرص سانحة لتهاطل الأمطار أيضا والثلوج، لتصل المقاييس بالعاصمة الروسية موسكو إلى درجتين تحت الصفر ودرجتين بوارسو. استقرار مراكز الضغط الجوية تسمح بأجواء مشمسة عموما بشبه الجزيرة العربية، مع مقاييس عشرينية بدبي، مسقط، الرياض والدوحة، لتنخفض المقاييس إلى ما دون 20 مئوية بالقدس وأيضا بدمشق. حالة من الاستقرار الجوي تشمل معظم المدن الآسيوية، لكن تبقى المقاييس باردة ببكين، طهران وأيضا بطوكيو، لتكون دائما فرص الأمطار وأيضا العواصف الرعدية السانحة بكل من جاكرتا وكوالالمبور. الأمطار ستنحصر نحو أوكلاند، مع دائما مقاييس عشرينية بمالبورن وأيضا بسيدني، وأجواء مغشة جزئيا على هذه المدن. في الأثناء تتوغل سلسلة من الاضطرابات الجوية تسمح دائما بهطل الأمطار والثلوج على عموم أمريكا الشمالية، مع هطل للأمطار والثلوج ومقاييس باردة دون 10 مئوية بسياتل وأيضا أوتاوا وحتى بنيويورك. جنوبا تكون الوضعية الجوية مستقرة عموما، مع أجواء مغشة جزئيا ودرجات حرارة في أواخر مستوياتها العشرينية بساو باولو وكاراكاس، مع هطل للأمطار ببونس آيروس وأيضا ببوكوتا، ومقاييس دون 20 مئوية. نهاية النشرة الجوية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.